مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم عزيز وغالي. ضيفة حلقتنا العزيزة وغالية علينا هي الفنانة المغربية مجدولي الإدريسي. مرحبا بك. الله يبارك فيك. ميرسي. كيف الحال؟ كيف الأمور؟ الحمد لله. اللي قلت لك مجدولي الإدريسي فيرسيون ديال 2024، بدلتي الميزاجور ولا باقا مجدولين اللي قبل؟ لا لا، دارت لا ميزاجور. شنو دار في لا ميزاجور؟ دارت لا ميزاجور منين ولدت بنتي، دارت لا ميزاجور اوتوماتيكمون بوحدها. يعني دارت داخليه لك الميته ديالك. كتحاولي تفرقي ما بين الحياه العمليه والحياه البنيته؟ كتعطي الوقت بزاف حكم انه لي تورناج دابا تبارك الله سلعن بيه كيشغلوا الممثل. سي فغي، بالحق انا من لي مامون لي جو دائما موراها، معها دائما. الا ما كنتش كنصور كنكون معاها، ولا كنت كنصور تعيط في التليفون، واش قرات، واش دخلت، واش تشات، واش هذه. يعني ما الخدمه ما خدتش ليا. لا ما كتليكش مع وقتك. شنو الحاجه اللي لهاتك الخدمه على حياتك انت؟ لاج. ما حسيتش. احنا الممثلين مع كنعيشوا الادوار، ما حسيتش بالوقت داز. يعني بعض المرات كنتلاقى شي بنت عندها 20 عام ولا هذا، تتقول لي ملي كنت صغيره كنت كتبان لي هي السيده كذا. كيفاش كنت صغيره؟ ابخي سي فغي كو كانت انا عندي بريسك 23 عام دو كارير. اي سي فغي كو هي راه ملي كانت عندها 6 سنين ولا 4 سنين كانت كتشوفني، راه ما كذباتش عليا. ولكن هاد الخدمه ديالنا ما حسيتش بالوقت. يعني ماشي كنت خدامه في ان بيرو عندنا صحابات وصحاباتي اللي في لا ميم جينيراسيون، هادي تخطبات، هادي تزوجات، هادو ولدو، ما عندناش هاد لو ريتم. واش ماشي من الادوار اللي كتعيشو كتبقي تعيشي دور صغيره دور كذا؟ ولا ما كنحسش بالوقت. يعني فاش كنتلاقى مي كوزين ولا كنتلاقى صحاباتي كنحس براسي انا من عالم اخر عليهم، كنبقى كنشوف. فعلا مجدولين، كتقراي بعض المرات في الانستغرام ولا في لي باج انه كيقولوا ما شاء الله مجدولي اللي كنعرف اللي تفرجنا، باقا مجدولي اللي كنعرف. مازال ما نفخش فمي. مازال ما درتش. لا بيان سور كبرت. دابا كنشوف انا اللي كنلاحظ، انا كامانه شهاده كنلاحظ انه في الصفحات كيقولوا مجدولي اللي كنتفرجوا فيها يعني بامبيه ولا هذا، باقا هي يعني طول العمر ان شاء الله باذن الله. كتقرا لك بعد هذا التعليق؟ كنقرا جو بونس غير حيتاش ما يمكن حيت قصيره، يمكن حيت بقيت كنمثل. يعني ماشي من الممثلات اللي خدمت وقفت، دونك كنت دائما دونك هما ولفوا ما غبرتش على الساحه. ما غبرتش على الساحه. بيتيت سي سا. ويمكن الطبيعه ديالي منين احنا كنبقاو بحال هكا ما عرفتش. انت ماشي ضد عمليه التجميل؟ لا انا ماشي ضد عمليه التجميل. بالنسبه لك انت علاش؟ اش غندير مثلا؟ لا مثلا الا وصلتي لواحد لاج وبغيتي تبدلي؟ لا علاش ندير الا كانت شي حاجه انا خوافه شويه وصافي. مي بوكو با. كتخافي من هادشي ديال العمليات؟ كتشوفي دابا شنو؟ اي كنخافي كنخاف. فعلا مجدولين بغيت كي بانت لي القضيه ضروري بانت لي القضيه حاضر. مي انا تنقول والله العظيم لو بلوز امبورتون سي لينيرجي. لان كتقدري بعض المرات كنجلس مع بنات عندهم صغار 25 تنحس بهم شارفين. وتنجلس مع مراوات كبر مني وكل شيء وتنحس بهم جان. السبب هو الضحك والابتسامه. الضحك والابتسامه والحمد، داك الشيء اللي عطاك الله، والواحد يعرف راه كاين الموت، فهمتي، ويعيش اللحظه. وجو بونس الانرجي كل شيء، حيت تقدر تكوني باقا صغيره وبنادم يقنط معاك. فهمتي شنو بغيت نقول؟ فهمتك. يعني جوبونس سا سي بلوز امبورتون. ابخي التجميل الواحد يديها في راسو، هادي معلوم. يقدر يكون كما قلتي التجميل غير بابتسامه بالضحك، واحد يحمد راسو السبور الرياضه شويه. علاش علاش زعما بوكو با؟ زعما ما تنقولكش انا ما عمري ما غندير التجميل، ولكن لو بلوز امبورتون اللي زعما هم من هاد الشيء هي الروح. حاجه الروح كيغذي عاوتاني الوجه. اكزاكتو. برافو عليك. كدير سبور؟ رجعت كندير سبور فعلا. مجدولين كنت أغلاضيت شي وقت بزاف بالخدمه وبهادي، دابا رجعت كندير سبور. مجدولين عندك واحد الطقوس خاصه لا في لي زيفينمون لا في حياتك الشخصيه، هو انه كتبقاي شويه بوحدك، حدوديه، او لا مع ممثلين اللي كتعرفيه مثلا داداس، رفيق بوبكر وعديد منهم، ما كت
ما كتبغيش كثره الاختلاط النسائي والهضره وقيل وقال وقال. لا حيت كنت شحال هادي، كنت شحال هادي كنتصاحب مع الناس بزاف، اللي لقيتو اللي لقيتها مرحبا بك اجي عندي، وهذا انا كنبغي الناس وبقى لدابا كنبغي الناس، غير دابا جو مو كونترول سيتيغ نضحك ونمشي في حالي. فعلا هذوك المجاميع مثلا نهضرو بصفه عامه، مجاميع مثلا اللي كيكونوا في ليزيفينمون كتحاولي تتفاداهم؟ وي ما نحاولش نهضر على فلان. السلام عليكم. لا انا ما كنهضرش على اصلا. بغيتو تهضروا تهضروا. انا اللي تعرفني ديال بصح يعني تعرف بون ما نقولكش انا راه ملائكه، ملي كنكون مع صحابي اللي من القلب نقدروا نهضروا في شي حاجه باش نضحكوا. كيف كنهضر على راسي حتى انا باش نضحك، غير باش نضحكوا ماشي سي با ميشان، عادي هادشي يعني واحد شي حاجه خفيفه كيجبدوا فشي طريفه ديالو كنضحكوا. ولكن انا بالنسبه ليا ابارك حرام، لان الناس بعض المرات كيقول لك حرام غير فولا حرام كذا، ما تيشوفوش بحال في القران تيقول لك لا درتي في الناس بحال كتاكل بحال كتاكل الحمراء سي بيغ حوايج اخرين، مي هذه كدوز عاديه. دونك ديجا هادي دوزيام، انا بالنسبه ليا ضيع الوقت باش نجلس انا نهضر على شي حد باش نستافد، يعني غنضيع غير وقتي، ما عنديش وقت باش نضيع ونهضر في شي حد الصراحه، نهضر شي حد اللي هامني. باش دولين عملت برك الله الرمضانيه لقات استحسان عند الجمهور المغربي بصفه عامه، من بينهم جوج وجوه اللي سلطوا واحد الضوء على التسول وعلى المافيات ديال التسول. ما لقيتوش مشكل في الشارع المغربي؟ يعني هذوك الطلبه كي مثلا بحال الزملاء ديالك دازوا معنا وقفوهم قالوا لهم انتم خرجتوا علينا يعني ولاو كيحسبوا راسهم بحال شركات. انا لا ما كنتش لعبه الدور ديال التسول، كنت لعبه الزوجه ديال عزيز داداس، ما جانيش ما كانش عندي هذا المشكل. فعلا تحدد لنا على العمل بصفه عامه. هي الفكره زوينه وكيبقى الفضل المدام نعيمه سقال هي مولات الفكره مولات السيناريو، هي الفكره زوينه وبيان سور نجحات لان كانوا فيها ممثلين كبار، انا شاركت معاهم عزيز داداس، دنيا بوتازوت، ديدان، طريق البخاري، سحر صديقي، يعني كلهم لعبوا مزيان اي صافي بليزير انا شاركت معاهم في هذا الموضوع. فعلا سي حسن، الطاقه الشبابيه اللي كانت معكم اول مره غادي تبان، كيفاش جاك اللعب ديالهم؟ واش حاولتوا انكم تكادريهم انتم كانوا جم قبل منهم؟ بيان سور كاين اللي في بحال بس حيت في الشباب كاينين اللي راسو صغير وكاين اللي راسو قاصح، اللي راسو صغير راه غيوصل لانه تيصغر راسو باش يعرف وباش هذاك، واللي راسو قاصح راه كيضرب الدوره وما تيطولش دو توت فاسون. زعما كيجي كيقر راسو من الكبار وهذا وانا صافي مادام عيطوا لي راه ما تقدريش تتقولي لها راه كتخربقي ولا كتخربق. وقع لك شي بروبليم بحال هكا؟ ما لا داعي لذكر الاسماء. لا ما كنهضرش مسلسل جوجو ما كان عندنا حتى شي مشكل، كلهم تبارك الله كانوا فعلا بصفه عامه يعني ما نذكرش الاسماء. وقع لك شي مشكل كنتي في شي فيلم وشفتي ان واحد ما بغاش يسمع؟ بيان سور هادشي راه مفاكين بزاف، راه عقل اللي عقلنا اللي راس صغير سورتو دابا بلي ريزو سوسيو احنا خدينا الوقت باش درنا بلاصتنا وداكشي، ودابا يمكن واحد غير فيلم واحد ولا مسلسل واحد كيتشار كيتنفخ الراس ما كيبقاوش يسمعوا. نكونوا صريحين، كيديروا نجيكم نتوما الفنانين هذا المشكل ديال واحد كيجيبوه مثلا مواقع التواصل الاجتماعي ما كاين لا تكوين لا اكاديميه لا حتى شي حاجه وكيولي تقارن حتى هو بين عشيه وضحاها؟ ماشي الغلط ديالو، انا ما عنديش مشكل معاه، ماشي الغلط ديالو، واش هو جاب الزز فيلا جابو مرحبا به، شنو يقول لا انت وتكون كتعطى لك فرصه انك تمثل وهادي مع الناس معروفين وهادي، وما غاديش خصك تكون مكلخ باش تقول لا. يعني صافي كتقولي غادي ندير الماسك ديال المجامله ونكمل مرور الكرام. ولكن كاينين حتى ماشي ما خصناش نعممو لا فيغيتي، قلال مي كاينين اللي باغيين يديروا شي حاجه وكيمشيو يديروا تكوين ومن موراها يعني كاينين مي قلال. كيفاش جاك وينزا رابور من رابور؟ انا بدا باش نمثل لكم هنا، انا وينزا عزيز عليا باش بلا ما تقولش شي حاجه من الاخر من الاخر نجيب لك خلاصه من الاخر نجيب لك خلاصه من الاخر انه انسان طيب. الراب التمثيل بان واحد الانسجام في 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 انت وداداس، يعني بان واحد الانسجام، يعني ربما قبل كنتوا كتضحكوا تهيئتوا للدور. نو دو توت فاسون هو كيبقى كيتبع شنو كيقول له المخرج يدير، اما وينزا مربي متخلق زعما راه اللي تيشوف لي ريزو سوسيو متخلق تيحشم بزاف راسو صغير، يمكن كنظن انه ما كانش خصو يتجاوب فوالا جو بونس هذا هو المشكل، حيت هو اي لي سنسيبل
هذاك الممثل تري تري سنسيبل دغيا تبان فيه، ما تعرفش ما تعرفش ينافق، ما تعرفش يكذب. ربما كان داير عمل لايف وشي واحد سالي وبهذاك العفويه ديالو يمكن يبلعف، ولكن هو انسان طيب. غلط هذاك ما خصش الانسان يطيح فيه. ما عرفتش، سا ديبون يعني سا ديبون على الوقت فوقتاش وهذا، وانت كعارف في هذا الوقت في هذا الشيء ديال لي ريزو الزوين كيتنسى والخايب كيتنسى. فعلا كنتي صرحتي واحد التصريح قلتي بنتي ما خرجاتش ليا. بنتي ما خرجاتش ليا، شنو هنا بغيتي تقصدي؟ واش ما خرجاتش لك في الصغر ديالك كانت قبيحه، كنتي قبيحه هنا كنطير مع الطيور. لا بنتي بعقلها ومثبته، انا دابا جايه عندكم في الطريق تلقى الموسيقى في الطوموبيل كنشطح جبيه زعما ما بغاتنيش اللي هي بعقلها. هي بعقلها بحال انا كنضحكها. دونك ما خرجتش لك في القباحه ديالك، كنتي قبيحه مش ما كنت ماشي قبيحه بالمفهوم ميشونت، غير كنت زعما جنيه ما تنجلش وفيها الضحك فيها النشاط فيها الناس ما تنعرفهمش نمشي نهضر معاهم نشطح الناس زعما جيتي فيفونت ديناميك وباس لو كندير شويه ديال البسالات وداكشي. انت قبيحه مثلا شي حاجه ما عجباتكش؟ ملي كنت صغيره كنت كندافع على راسي يعني ما كنتش كنسكت. وفي الكبر شي حاجه في التورناج ما كتعجبكش كتوقفي كتقولي السلام عليكم راه ما عجبتنيش هذه؟ لا كنسكت كنبقى ساكته حتى من بعد عاد كنتفركع. عمرك كنقولها في شويه في شويه من بعد هذا كتفركع كتجمع كل شيء. في اكثر من 20 عام يمكن تفركعت ثلاثه المرات سي غيان. جو مو كونترول. واش الشخصيه اللي كيشوفوا المغاربه في التلفازه هي ديال الواقع؟ هي بزاف الشخصيات. لا الشخصيه ديال مجدولين دائما القبيحه. لا لا فيغيتي انا ما قبيحاش، ولكن راه الا مشات حتى شي حد جبدني ولا كنشوف الظلم ناكل من العينين. ما كنقولها لك سهلا يعني بلا ما تدخل معايا. لا سهلا. مجدولين كيقولوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي كاين جزء ثاني ديال جوج وجوه، باقي نخبروكم ما خبروكمش. خاصه نسولوا لا سيناريست والمنتجه اللي هي مدام نعيمه سيق. انت كتحسي انه كاين جزء ثاني؟ يمكن. يمكن لكن صراحه ما عارف. انت في الجزء الاول انا قتلوني واش كنت مت بصح ولا الله اعلم. حتى الجزء الا كان غير الجزء الثاني ويبان لكم تكون مفاجاه ما تعرفش شنو كاين. ترجعي الفلوس. تصاريحك بعض المرات كياخذوهم الناس بالغلط، البعض كياخذهم بالغلط يعني كيقولوا انه مجدولي الادريسي راه عندها 20 غير داداس رفيق بوكر غير في اطار الرجال. هو راه في الواقع ربما عندك صحاباتك عندك المجتمع المجمع ديالك او لا بصح. لا انا بصح عندي اصدقاء رجال اكثر من من لي فام. شنو السبب؟ يمكن ملي كنت صغيره كنت كنجلس مع بابا وصحاب و كنت بنت باها ما كنتش بنت ما. كاينين دي فام تبارك الله شي اون جينيرال لي فام لي بوسوز ماشي ضروري تكون كتخدم تكوني في دارك. انا الا كانت شي وحده حاره ومديها في شغالها وعندها الكلمه وهادي بالعكس انا سي لي فام هادو تيكونوا هما اللي تيكونوا صحاباتي. يعني ما عنديش مع الخوا الخاوي. ما عنديش مع الخوا الخاوي، نقدر نقنط يعني نقدر نهضر معاك على لا ديكوراسيون ديال الدار، نقدر نهضر معاك على راجلك، نقدر نكري واحد شويه وصافي. صافي انت عندك واحد الدقائق خصك تهضري في الموضوع كيطلع لك هاك تيطلع لي الرجال لا كيهضروا في كل شيء الضحك السياسه الحوايج بلا ما نقيس الثوب. واش فهمتي كيفاش كيبقى نقيسوا في الثوب ساعه وانت كتسال لا شطايطك لا بغيتي تشري وسيري دخلي. ما عندكش مع اللي كيهضر وكيبدا يخسفك؟ لا ما يقصني حتى الشعر وتكلمي انت سمعك هادي لاحظت بدات بعد النهار كنت واقف واحد ليفيرمون وبقاو كيكلموا فيه سي دادا سي دادا هو يدور لهم بواحد الدوره. لا انا مش كيقيسك شي حد راه كنسمعك بودني. لا زعما ما محتاجينش باليدين. عاودي لنا شي طريفه من الطرائف وقعت لك تكون لي اول مره غادي تعاوديها، شي حاجه ما تنساتش لك انفعلتي ولا ضحكتي فيها ولا اي حاجه. وعندي بزاف منهم شي حاجه في الصغور في الكبار. وعندي بزاف. عمر ديما جاك شي واحد وقاسك بحالك زعما كيبدا يهضر ويقيسفك؟ كنت في كنت درت واحد الفيلم في واحد الوقت في فرنسا وكنا في الفيستيفال وجا واحد السيد قال لي تي مانيفيك سي دير لي هكا وبون بيان سور درت فيه ما كنتش عارفه انه هو راه لو بروديكتور اللي غنعاود نخدم معاه اولا هذاك المخرج هو الي تري جون في لاج داك الشيء. قلت له سيدي كنا يعني زعما درت فيه الوغ كو منين درت فيه عاد عجبو الحال عاد باش خدمت معاه في
في البروجي ديالو غنخدم معاه بيانتو في البروجي. اطار هذا الكلام عمرك استعملتي ماسك ديال النفاق باش تمري مثلا تورناج باش تمري غير باش يدوز داكشي بسلام؟ وضروري ضروري ماشي شي نفاق صافي تيغ نفاق ديال بونجور صافا الله يبارك فيك ميرسي ما غاديش نقدر نافق عاوتاني بزاف. صافي كتستخدمي يعني بامكانك انك تستخدمي هذه باش يدوز مرور الكرام ضروري مثلا هذاك الحفل ولا هذاك هو سي نورم دابوغ انايا مأدبة ما تنبغيش المشاكل سي ستوبيد الواحد يدير مشكل حيت كيجيني انا ديري مشكل كالاخ. بصح كتآمني بالتكريمات والالقاب؟ لا كنآمنش بها صافي توجور بليزير الواحد منين يعطيك تكريم ولا شي حاجه كي سا دي بون اين فيستيفال وعلاش وشكون اللي تكرم قبل منك وشكون اللي غيتكرم من موراك اش كيف قلت لك كتضبطي الامور بحال هكا خصك تقلبي شكون اللي تكرم من موراك. لا ما تنكذبش على راسي فريمون ما تنكذبش على راسي تنقول انا هادي اخر تكريم كان في الرباط وي كان عاجبك الحال؟ الحمد لله صافي توجور بليزير ليزير كان مع سي الغاوي بيان سور حيت كنعرفو من الرباط كنعرفو من شحال يعني دابا حنا في الوقت الحالي ولاو دابا الممثلات كيضربوا على الالقاب لقب السنه لقب ممثله السنه. لا انا ما عارفاش هادشي انا بعد عليا من هاد الهضره وهادي ما عارفاش انا واش ممثلات كرا واش الناس اللي كيكتبوا عليهم ولا هما انا بعدا ممثلات في الحوار قلت لك بعد عليا شوف الحوار لا لا صديق ما عنديش حيت حيت حنا ما غاديش نحدو غير بروفيسيونيل اللي كنعرف انا ممثلات بروفيسيونيل اللي تنعرفهم ما تيهمهمش هادشي يعني كتخدم خدمتها كتخدم الخدمه ديالك كتاخدي كديري الدور ديالك وتتمشي في حالك. الا قلنا لك المجال الفني حاليا راضيه عليه ولا خص مازال يتقاد؟ دائما غيخص مازال راه تمشي الناس في امريكان وغيقول لك راه ما عجبناش هادي راه دائما غتكون ناقصه شي حاجه ولكن الصراحه كيبان ان المجال ولات لا برودكسيون كثار ولات مجال الخدمه يعني غادي تمشي في التطوير؟ غادي في التطوير يعني حتى الفنان خصو يطور من راسو بيان سور ولكن شو حنا تنعقل شحال هادي كانوا اربعه الافلام ولا خمسه السينما دابا ولاو بزاف مسلسل كان واحد في العام ولا ما عرفتش نعرف شحال هادي وانا خدامه دابا ولاو بزاف هذا دونك الحمد لله حنا ماشي الحمد لله. كتامني بثقافه الفنان؟ الفنان خصو يكون مثقف بيان سور مالهم خصو يكون مثقف اي واحد خصو يكون مثقف ماشي ضروري خصو يكون فنان. ما فهمتش انا علاش دائما الفنان تيبداو دائما يبينوا انه هو اللي خصو يعطي رسائل رسائل لا ما كانت ولا رسائل انت طبيب انا جانتربريت مي رول خصك دير انت خصني ندير انا جانتربريت مي رول وصافي. هادو تيكونوا معروفين بحال خاصهم بحال ان الفنان ماشي من حقه يغلط وشي من حقه يدير اون بيتيز وماشي من حقه علاش ربما حتى مسلط عليه الضوء نو علاش شنو زعما اولا بعد مرات كيقول لك نعطي نصائح شكون انا باش نعطي نصيحه يعني دائما كتكلمي على داداس داداس الصديق داداس العشير داداس ما كديرونجيك شويه انك يقول لك راه كنشوفوكم بزاف واش يقولوا كيشوفوا هي كان جو سوي بيان مع داداس سي كنضحكوا تنخدموا او ميم طون كنبقاو ندابزوا على الخدمه وداك الشيء. الطريقه ديالكم ديال الفيديوهات كتكون مضحكه يعني كتخلي الناس ما جاكمش اشهار بجوج قد مثلا سي 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 هذا رمضان سي جاتنا شي حاجه عاد يخرج ان شاء الله فعلا اشهار التلفزيوني ولا لا نو بور لي ديجيتال ديجيتال دونك رفيق بوبكر خويا رفيق بوبكر انا عزيز عليا كيفاش كتجيك الشخصيه ديال رفيق حتى جدات معايا انا راه ما يمكنش راه ما سكتش من الضحك اضطر انه انا بو رفيق سي فنان ديال بصح ما كتشوفيش انت داداس رفيق بوبكر العفويه ديالكم تقدر تخرج لكم بعض المرات سي بوسيبل ولكن نو لاسوم ماشي مشكل. غادي نعطيك اسئله بطريقه مباشره انك تجاوبي عليهم. اخبت ناس في الحياه لي زوبورتونيست اللي كي دوك الجيعانين اللي باغيين يديروا اي حاجه باش يوصلوا. اجمل هديه في الحياه هما الوليدات. افضل ملجا في الحياه هو الملجا ديالك انت الله سبحانه وتعالى. اهم اشخاص في الحياه بنتي. اجمل شيء طرات لك في الحياه بنتي. شنو اسهل حاجه كاينه في هذه الحياه في هذه الدنيا؟ اسهل حاجه اسهل حاجه في الحياه
شي حاجه سهله بشر كيديرها وكتشوفيها انت كتشوفيها سهله، ماشي شي حاجه اللي غادي تبذلي عليها مجهود. كذوب. الكذوب سهل، الكذوب ما كيجيني سهل بزاف. كيجيك سهل الكذوب؟ صعيب الكذوب، انا ما كنعرفش نكذب. عمرك كذبتيها؟ كنكذب بيان سور، ولكن ما كنعرفش نكذب. كتحصلي؟ لا ما كنبغيهاش، ما كنرضاش، كيبان لي راسي صغيره، كنبقى كنشوف راسي قد هكا. عمرك كذبتي باش غير تحيدي عليك المشاكل او لا كذبه بيضاء او لا؟ كنت كنديرها بزاف، ولكن هو انا تنكبر تنحاول حتى هذيك لا ايفيتيها. بغيت بنتي واحد النهار قلت له شوف راه حنا معروضين وداك الشيء صافي، قول ليها قال لي علاش كنكذب؟ نقول له راه ما علاش ما جيناش؟ قال لي كنكذب. وانا نقول وي سي فغي، زعما ميم على الحاجات البساطه وما خصناش نكذبوا فيهم. اكبر غلط درته مجدو لي ادريسي ما بغيتيش الناس يديروه؟ تعطلت بوغ افوار دي زونفون. تعطلتي على اكبر خطا اللي درت ندمي انك لا رجعتي تحيدي؟ ما عندي شي حاجه كبيره، لكن اخطاء صغار. اخطاء صغار مرور الكرام. بما ان تكلمتي على طريقك، العلاقه ديالك مع طريقك بقى؟ انا بعدا كلهم لي الناس لي زوم كاع اللي عرفت في حياتي شنو غادي نقول لك؟ لا ما عرفتش كنت كنعرف البنات. نقول لك كنت كنعرف لما قلت كلهم بغيت نقول لك واحد. انا ما نقول لك واحد، نقول لك لا عندي 16 عام، نقول لك لا عندي 24 عام، ولكن في لاج ديالي ما غنكونش عرفت غير واحد. سا سي سيغ كون كنت شي خويبه نقول لك عرفت واحد. انا كلهم تنبقى معاهم غولاسيون، ما عنديش بعدا في حياتي شي حد ولا شي وحده ما تنهضرش معاهم. برافو. كلشي ملي كنت في الكندا كنت كنعرف واحد السيد كان بغى يتزوج معايا، تصور ان يمكن هذيك اكثر من 20 عام عيط لي في التليفون وجاي هو ومراته لمراكش وقال لي والو تجي تشوفك المدام ديالي وغنمشي عندهم. قلت له عطيني لي دات وغنمشي عندهم. هادشي باقي جديد ولا؟ نو انا غنمشي نشوفو في جوان غنمشي نشوف. وانا ما كاينش تعطى. لا علاش سي يعني ما تنخرجش العيب يعني ملي تنتفارق. خلي العلاقه زويونه صافي ما بقيناش متفاهمين، ماشي ضروري غادي نوصلوا للعيب. وانا الاب ديال بنتي عزيز عليا بزاف، ما نبغيش ترى له شي حاجه خايبه. حيتاش الا طرات لي شي حاجه خايبه بنتي ما غتكونش مزيانه. دونك انا بنتي عزيز عليا بزاف. جميل انا نشوفو فنانه كتهضر بهذه الطريقه على الازواج السابقين ديالها، لان ولينا كنشوفو الازواج عندي جوج ما كنت عرفت كون درت شي 10 ثانيه. كان عندك لي تورناج؟ لا مست لي تورناج ما كنتش مساليه. اطار انني ماشي مساليه. واش انا كندير شي حاجه دلعيب ياك كنتزوج؟ الزواج حلال عند الله وعند هادشي اللي كاين. حنا في اطار كنهضروا على اي جماعه تضحك على الزواج. يعني ما كاينش مشكل انه لا تقدم لك شي واحد؟ لا لا ما باغاش نتزوج ما نكذبش عليك. دابا حبستي؟ لا حبست عليك. يلا كنتي نشيطه دابا. لا ناشطه شكون اللي قال لك؟ انا الزوج ما نقدرش، علاش غنتزوج؟ عندي بنتي تبارك الله صافي، جي تزوج جي في ليكسبيريونس دو فوا. ما محتاجاش ما في ما نشوف انا ديك لا بيرسون توت لا في تقل عليا، انا غيتقل عليا. يمكن الاقدار تحنتك قدرت سي بوسيبل هذاك الشيء ديال الله. الله اعلم. يعني مامنه بهذه دائما انا حيت كنامن بالله سي نورمال، ولكن باش انا جو با بارتاجي اونكور حياتي مع شي حد من الصباح نتغدى ونتعشى بجوج ما قداش. لا حياتك كتعيشيها مع صحابك ضحك ونشاط تتغدى معاهم؟ لا بالعكس، كنتي تخوك صحابك الحياه كلها ضحك ونشاط. انا اللي كنقلب على الضحك والنشاط في وسط الخدمه. انا انسانه كنخدم بزاف. انت كتخلقي جو ديال الضحك والنشاط. كنخلقو صافي باش ما انا ما صديقك بحال دابا انا ساكنه في داري، ما عمرني ما درت شي اعراضه ولا جو عندي سواغي ولا با دي تو. مي كنخدم ومنين كنكون ما عنديش الخدمه تنختار الناس مع من غنخرج وكنخرج كنضحك وتنفوج باش نرجع بطاقه زوينه لبنتي. الا قلت لك مجدولين غادي نحطك في واحد البلاصه عاليه وتشوفي المجال ولا تشوفي الدنيا من الفوق، باش تلقى بها؟ نشوف منين؟ من الفوق. تشوفي داكشي من الفوق زعما. الله اللي كيشوف من الفوق اش ديما نشوف انا. لا ماشي ما قلناش لك نطلعك. كنطلعك من بلاصه وغادي تشوفي المجال الفني الفوق كي غتلق به كل واحد. انا كتجيني سي اون اكسبيريونس حيت حنايا راه يلاه زعما ما
ماشي بحال مصر ولا بحال الهند ولا حنا غاديين. ما فهمتيش سؤالي مجدولي. الا طلعتي تلقبي المجال تشوفي المجال الفني شنو اللقب اللي تعطيه؟ انا كتجيني دابا كاينه بحال شي لابوغاتوار اون في دي زيسي ومن بعد داكشي غيتصفى وغيتنقى كل حاجه غتمشي لبلاصتها وحده غترجع لبلاصتها وغيبقى المعقول. المعقول هو اللي كيدوم. هادشي اللي كاين. فعلا مجدولي الجديد ديالك كاين شي جديد في الدنيا؟ عندي فيلم ديال السينما غادي يخرج مع المخرجه كو جيم بوكو كو جو ريسبكت جيهان بحار سميتو تريبل ا كيهضر على ترافيك دورغان. سي ان تري تري بون فيلم شفتو في فيستيفال دو مراكش. و عندي واحد الفيلم ديال السينما غنصورو ان شاء الله في شهر جويي انا وعزيز داداس. شنو عندي في السينما وي فوالا وعندي فيلم واحد اخر في السينما غنديرو مع الممثله منى فتو ولكن باش نهضر عليه دابا جوكخوا غنصورو في سبتمبر. انا كنشوفك كتهضري على الجديد ديالك كتهضري بزاف يعني حتى عجبوك ودوزتي في سورتو السينما كتعجبني فعلا. المسرح ما عندكش شويه كت نو بالعكس دابا وليت باغا ندير مسرح في الوقت مع بنتي وداك الشيء سي با بغيتي ترجعي للمسرح كتلقي في واحد المسرح فريمون فوالا. وعندي فيلم سينمائي غيخرج فرنسا بيانتو واحد اخر ان شاء الله غنصوروا لكتاب في جونفي. فعلا مجدولين شكرا لك على هذا اللقاء الزوين. كي جاك اللقاء كي جاك التقديم هذا اول مره مرتاحه مع راسك خاصنا شي حاجه خاصنا ناكلوا ونشربوا على التلفزيون تكاو. فعلا الحوار كان دردشه الضحك ماشي رسمي. انا جو سوي كوم سا دو توت فاسون ما كنبغيش انا شنو نجلس ندير فيها فنانه كيولي السؤال مرتبط. لا انا طبيعيه هكا دايره. كلمه اخيره لك باغا نقول لك بون كوراج اي بون شونس في المسيره ديالك وميرسي لكم كاملين بور لانفيتاسيون. مشاهدينا نتلاقى في حلقه جديده مع ضيف اخر على قناتكم لاله مولاتي برنامجكم عزيز غالي. دمتم في امان الله.